قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور إن الجامعات الخاصة في منظومة التعليم العالي شهدت تقدما كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة. أضاف عاشور أنه بافتتاح جامعة تبادي الخاصة أصبح في مصر 35 جامعة خاصة تضم 242 كلية بها 395 برنامج تعليمي، وحصل عدد منها على الاعتماد المحلي والدولي، مما يعكس جودة التعليم في مسار التعليم الخاص وفي منظومة التعليم العالي. احنا النهاردة وصلنا بافتتاح هذه الجامعة لإجمالي عدد 35 جامعة خاصة، عدد كليات وصل ل 242 كلية بتقدم 395 برنامج. كان عدد الجامعات في سنة 14 23 جامعة، علشان بس نقدر نقيس الفرق بين 23 جامعة في 2014 دلوقتي 35 جامعة، وكان كلياتها أياميها 132 كلية وعدد برامجها 175 برنامج. دلوقتي بنتكلم في هذه المنظومة للتعليم الخاص في 80 كلية وجامعة خاصة حصلت بالفعل على الاعتماد البرامجي والمؤسسي، وبرضو عايز أقول إن في منهم جامعات أخذت اعتماد دولي من الكيو اي اي والإبت. فبس علشان نعرف الكواليتي اوف education اللي بتتقدم في مسار التعليم الخاص في منظومة التعليم العالي.